السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج الجدي. نزلنا فنجان برج الجدي ودينا قراءه جديده وحصريه لشهر ديسمبر، شهر الخير ان شاء الله باذن الله. كل اللي انت عايزه يتحقق يا برج الجدي. عايزاك تصلي على الحبيب. انا عارفه يا برج الجدي ان انت اليومين دول عليك ضغط نفسي بسبب تغيرات المواضيع وتغيير الكواكب، فان شاء الله باذن الله نشوف توقعاتك حلوه وتغيرات جذريه. برج الجدي، بص يا برج الجدي، اليومين دول حرفيا انت في ضغط نفسي. اليومين دول حرفيا عندك عصبيه رهيبه، بس بتدافع عن نفسك في موضوع مضايقك ومخليك مخنوق. بص هنا، عندك عين صايباك بالحسد والنق، صايباك وصايباك من زمان جدا. في هنا كمان شويه كركبه بينك وما بين الشريك، شويه امور، شويه عراكيل. ناوي على بداية جديدة، ناوي تخطي خطوة لقدام غير الخطوات اللي فاتت. بعض مواليد برج الجدي ناويين يعملوا حاجات مختلفة في حياتهم، عليهم دين هيتسد. شايفة كمان ان انت انفصلت عن بعض الابراج في حياتك بسبب اذى وبسبب مشاكل وخيانات عرفتها، فانت حاليا بتتجنب حاجات كتيرة جدا. الموضوع اللي انت فيه برج الجدي مش سهل ومحدش حاسس بيك ولا حد حاسس بقيمتك. عندك عراكيل وقفالك، والعين زي ما قلت لك مسيطرة على البركة والرزق بتاعك، وكمان العين دي واضحة جدا ومن اقرب الناس ليك، وعلشان كده حاسس بوجع رهيب في جسمك، حاسس بخمول، بكسل، بارهاق، بتوتر، وكمان بتحاول تخطي خطوات الايام دي مختلفة عكس ما انت عارف. الايام اللي جاية هيكون عندك تحقيق هدف هتبني عليه مستقبل وهتبني عليه أمور حلوة. انت ناوي تغير، ناوي تبني، اكتشفت سر، عرفت مين عدوك ومين حبيبك، اكتشفت خيانة، عرفت الشخص اللي معامل حبيب ليك وكمان بيخدعك من وراء ظهرك. ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا الايام اللي جاية. معروف عنك ان انت شخصيتك روحانية، طاقتك روحانية، بتمر بحاجات الايام اللي جاية هتكون خير على جميع المواقف وعلى جميع الاصعد اللي عندك. شايفة لك كمان هنا مفاجأة حلوة جدا، بس خلي بالك من صحتك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اكلك وشربك كويس، وياريت ما تاكلش حاجة من حد ولا تشرب حاجة من حد، علشان خاطر تجديد السحر قرب، وعلشان كده هتحس بعراقيل وهتحس بتوتر، وغير كده انت هتتعب نفسيا في يوم من الايام بسبب السحر اللي بيتجددك. فلازم تخلي بالك من نفسك وتكون حريص على نفسك جدا من اي حاجة ممكن تتجدد لك. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك تغيير جذري في حياتك عميق. التغيير ده هيكون حلو جدا بانفراجات حلوة بإذن الله. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك انطلاقة حلوة وهيكون عندك طاقة ايجابية. انت بقالك مدة يا برج الجدي بتعافر وبتجاهد علشان خاطر توصل لحاجات، بس مش عارف، يعني انت كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه وبسبب الطاقات اللي بتدخل حياتك. ده مش كده وبس، كمان ده في اشخاص حواليك بيتكلموا عليك بطريقة رهيبة، يعني اقرب مليك جايب في سيرتك، اقرب مليك عدو ليك، فانتبه على حالك وخلي بالك من نفسك ومن الاعداء اللي هم دايما بيتكلموا عليك بطاقة سلبية. شايفة كمان يا برج الجدي هنا ان انت هيكون عندك تعويض. التعويض ده خلال كام يوم بالظبط هيجي لك تعويض، وهتتحل المشكلة اللي بقالك مدة عايز تحلها ومش عارف. ده مش كده وبس، كمان ده في باب هيتفتح قدامك حلو، فكون حريص ان الباب ده ما يضيعش منك، علشان هو ضاع منك قبل كده بسبب اشخاص كانوا في حياتك. شايفة كمان ان انت نفسيتك هتكون حلوة الشهر ده، وهتكون حلوة الايام اللي جاية باذن الله، عشان خاطر هتطلع من بعض العراقيل اللي في حياتك. شايفة كمان ان انت في ناس بتحاول تأذيك ومازال موجودة في حياتك وبتأذيك، رغم ان انت طلعت حد من حياتك، رغم ان لسه مازال برضو في ناس بتحاول تأذيك، ودايما بيجي لك خنقة وشعور بالوحدة وان
انت مفيش حد معاك ولا حد حابب لك الخير، بينك وما بين الشريك مشاكل يا برج الجدي، بسبب ان انتوا مش قادرين تفهموا بعض، مش قادرين تقفوا زي بعض، تقفوا جنب بعض، كل واحد فيكم ماشي بدماغه، كل واحد عايش لوحده. شايفة كمان ان في ظهرك كلام زي السكاكين، في ظهرك كلام زي السكاكين عليك، وبرضو لما بيجوا في وشك بيبقوا زي الملائكة. انت زعلان على نفسك، زعلان على حظك، زعلان ان انت عمرك ما تمنيت حاجة وكملت، زعلان على كل حاجة فاتت، زعلان على الثقة اللي اديتها للناس وما خدتش منهم غير الغدر والخيانة. عايز اقولك ان انت هنا هيكون عندك اتصال حلو الايام اللي جاية، ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك رضا تاما بحياتك. انا عارفة ان انت بتتألم اليومين دول، وعارفة ان انت بتقول يا رب انا مش عايز منك حاجة غير تحسن نفسيتي. دايما بتدور على الامان، دايما بتدور على الحياة البسيطة، ومش لاقيها يا برج الجدي، مش لاقيها ليه؟ علشان حظك قليل. شايفة كمان هنا ان انت محتار جدا في كذا حاجة ومتردد، ومش عارف تاخد القرار ولا عارف تاخد خطوة لقدام. وكمان خلي بالك ان وضعك الايام اللي جاية هيتحسن، وهيبقى في امور حلوة. انت هنا منتظر فلوس جايالك، منتظر حاجة هتجيلك باذن الله. شايفة كمان ان انت يكون عندك استقرار حلو، كل الطاقات اللي جواك دي السلبية هتخرج منها بسبب العوض اللي هيجيلك من عند ربنا بإذن الله. شايفة كمان ان الشريك هيقدم لك خطوة جديدة في حياتك، وهيبقى في علاقة استقرار. شايفة كمان انه في حاجة هزت ثقتك بنفسك، هتحاول تعود ثقتك بنفسك تاني اللي ضاعت منك، وهتحاول ترجع هدفك هترجع هدفك لحياتك تاني. شايفة كمان البلوك اللي بينك وما بين الشريك هيتفك، وهيعود الاتصالات، علشان حياتك العاطفية الايام اللي جاية هتتحسن. شايفة كمان هنا ان انت شايف نفسك في مكان احلى، وبالفعل هتوصل لها، بس بلاش ان انت تقعد لوحدك، بلاش العزلة، بلاش تبعد عن ناس، بلاش تبعد عن ناس كتيرة جدا في حياتك. لا، حاول انت تتكلم، حاول ان انت تكون بينك وما بين الناس كلام، علشان انا عارفة ان انت بتقول لا انا مش هتكلم علشان مش حابب نميمة، كل الناس بتأذيني وبتيجي علي. لا يا برج الجدي، اشتري وما تبيعش، بلاش تكون طيب زيادة عن اللزوم. انت دايما في حاجات مميزة فيك، دايما عندك انطلاقات كتير حلوة، بس كون حريص على نفسك من الاشخاص اللي بيدخلوا حياتك فجأة يقلبوها ويمشوا. في كمان ناس بتراقبك من بعيد، في ناس بتراقبك من بعيد، وخلي بالك الناس اللي بتراقبك من بعيد دي يهمها امرك جدا، بس عاملة ان هي ولا على بالها، علشان خاطر ما تبينش ان انت ما تبينش ان انت حياتك فيها حاجة، او ان انت شاغل بالهم، رغم ان انت اصلا شاغل بالهم جدا، ودايما هما عايزين يبقوا زيك بس مش عارفين. عايزاك تاخد بالك وتركز ان انت تحمي نفسك من ناس غيرانين ودايما بيجيبوا في سيرتك من وراء. شايفة لك كمان هنا انخفاض في بعض الامور عندك. شايفة كمان ان انت بلاش تسامح اكتر، بلاش تسامح زيادة عن اللزوم، يعني اعمل حدود بينك وما بين الاشخاص اللي حواليك، علشان خاطر انت دايما معرض للاذى بسبب طيبة قلبك يا برج الجدي. شايفة لك هنا كمان في اتصال حلو هيجي لك الايام اللي جاية بالظبط، الاتصال ده هيديك انطلاقة جديدة، وهيديك خبر حلو. دايما يا برج الجدي انت هنا متألق، دايما رافع راسك لفوق، ما بيهمكش كلام الناس ولا بيهمك القال والكيل، بس ناوي على التغيير. انت فعلا هتموت من كتر الضغط النفسي، وهتموت من كتر التفكير، ومن كتر الانتظار. طب هتفضل لحد امتى كده يا برج الجدي؟ مش تسهل امورك بنفسك وتخلص اللي انت عايزه وتشوف حياتك ماشية ازاي؟ عندك ورق سفر هيخلص الايام اللي جاية، والشخص المسجون وبالك مشغول بيها هيطلع انفراجة باذن الله، وهيكون عندك امور حلوة جدا بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. ده مش كده وبس، كمان ده ممكن يكون عندك كلام بينك وما بين برج الميزان اللي جاي، ايام اللي جاية انت مستحمل فوق طاقة، ومعادش عندك طاقة تستحمل حاجة تانية ابدا. شايفة كمان ان في حد هنا بيدعي لك كبير في السن، بيقول لك ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وكده. هيجي لك شخص ندمان وحيران، وانت اللي هتقرر اذا كنت تكمل ولا لا.
تلات حربيات، تلات عقارب، تلات تعابين، تلات خوابيس، تلات أشخاص مش سايبينك في حالك وأذينك بكل الطرق. ممكن يكونوا إخوات، ممكن يكونوا أشخاص من الجيران، هما تلات حربيات موجودين في حياتك. أحلامك فيها كوابيس اليومين دول يا برج الجدي، بتحلم بتعابين، بتحلم بعقارب، بتحلم بكلاب، بقطط، بتحلم بحاجات غريبة، وخايف جدا من أحلامك علشان عارف ومتأكد إن كل أحلامك بتتحقق. فدايما عندك خوف من بكرة من كتر الأحلام اللي انت فيها، خايف من حاجات كتيرة جدا انت ملكش ذنب فيها، انت بس الضغط النفسي اللي انت فيه هو اللي وقعك في كل العراقيل وكل المشاكل اللي انت فيها. واختيارك للشخص الغلط يا برج الجدي أذاك، فياريت تكون حريص على نفسك الأيام اللي جاية، وبلاش تعرض نفسك لخيبات أمل أكتر من كده. انت اليومين دول رايح في مكان ومش عارف انت رايح فين ولا جاي منين. شايفة كمان ان انت جواك مهارات، جواك حاجات كتيرة جدا حلوة، بس مش عارف تتكلم. شايفة كمان ان انت هنا طيبة قلبك هي اللي بتسيطر على حياتك بالكامل، انت ما بتتكلمش، انت بتسكت، انت شخص واقعي جدا، طموح، انشغالاتك هتكون حلوة الايام اللي جاية. وطال مدة انتظارك يا برج الجدي، طالت مدة انتظارك. عارف يا برج الجدي، رغم الكتمان اللي انت فيه، رغم ان انت عايش لوحدك، رغم ان انت مش حابب تتكلم ولا تعبر عن جو اللي جواك، رغم ان ربنا هيعوضك بانطلاقات حلوة، رغم ان انت هتحصل، هتكون في اسعد ايام حياتك الايام اللي جاية. ده مش كده وبس كمان، ده انت هتثبت وجودك في بعض المواضيع. انا عارفة انه في حاجات كتيرة جدا فشلت في حياتك، عارفة ان انت تايه ومش عارف تاخد قرار. انت دلوقتي بدأت يعني خايف تقع في فخ اي حد، خايف ان انت تتكلم مع حد، عايز تكون لوحدك، مش عايز تتعامل حتى مع بشر، يعني بشر مش عايز تتعامل معاهم. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك انطلاقة جديدة وفرحة جديدة بإذن الله. انت كل اللي ناوي عليه على التغيير، تغيير مكان، تغيير عتبة، تغيير حاجات في حياتك، وبالفعل هيكون عندك تغيير حياة جديدة مختلفة في حياتك. بس بلاش العصبية، بلاش ان انت تدخل نفسك في ضغط نفسي انت ملهوش علاقة، يعني ملكش علاقة بيه. حاول تهدي نفسك، حاول تخلي بالك من الصعوبات اللي موجودة في حياتك، هيكون عندك بداية جديدة وتحرير من العلاقة السامة اللي انت فيها. ومش كده وبس كمان، ده انت هتركز على حياتك بالكامل، وهتفعل حاجات محدش كان ممكن يفعلها في يوم من الايام، علشان هتدخل في طاقات ايجابية وهتدخل في استقرار بإذن الله يا برج الجدي. بس قولي هنا، انت عندك انجذاب لحد، في انت منجذب لحد او عايز تكلم حد او منتظر حاجة من حد، والله اعلم يا برج الجدي. بس انت هنا عندك كمية انتظار وكمية اشتياق ولهفة الاشخاص في حياتك، وبالك مشغول بيهم، نفسك تكلمهم ومش عارف. بس يعني حاول ان انت تكون مش هقولك حاول ان انت تكون منعزل، بس حاول ان انت تخلي بالك من صحتك كويس يا برج الجدي، علشان الطعن والغدر اللي بيجي لك من الناس دول. شايفة كمان ان انت هنا طلعت ناس من حياتك برضو كانت بتاعة مصلحته، وكانوا دايما عارفينك علشان مصلحة شخصية. انت دايما بتكتشف كل الاخرين جدا، بسم الله ما شاء الله عليك، من كتر ما روحانياتك عالية الناس بدأت تخاف منك. يعني ما تيجي تتكلم بيقولك في ايه، انت في ايه، بتتكلم كده ازاي وعلى اي اساس؟ ليه؟ علشان انت بتصدق احساسك جدا، ماشي، بتمشي دايما ورا احساسك، بتبقى عارف ان قلبك لو نبط من حد بيكون فعلا الحد ده مش كويس، لو قلبك قالك حاجة بيكون فعلا قلبك صادق. وعشان كده دايما كل الاشخاص دلوقتي بدأت تتخاف تتعامل معاك، علشان حاسين انه في حاجة مختلفة في حياتك. شايفة كمان ان انت هنا بتكره الكذب والنفاق والخداع، وهم دول اللي بيعملوه الناس اللي بتدخل حياتك. يعني هم بيدخلوا تبقى عارف ان هم بيكذبوا، بس بتكمل للاخر وتشوف اخرتهم معاك ايه. تشوفهم هم بعد الكذب وبعد الخيانة والغدر عايزين ايه. بدأت ان انت ما تجيش على نفسك علشان خاطر حد،
بدأت تراعي نفسك وتراعي مشاعرك، وبدأت ما ترضيش حد على حسابك. مشكلتك يا برج الجدي ان انت دايما بتفكر كتير في كل حاجة بتمر بيها، وحتى لو كلمة ضايقتك ولا زعلتك بتفضل تفكر فيها، بتفكر في حاجات كتيرة جدا. بتفكر ان انت ازاي تتخلص من كل اللي انت فيه ده، علشان محدش سايبك في حالك ودايما بيتكلموا عليك واذينك. عندك معجزة الايام اللي جاية هتكون حلوة جدا لحياتك، وهتغير من نفسيتك بالكامل. ده مش كده وبس، كمان ده انت هيكون عندك انفراج حلو هنا جدا يا برج الجدي. انت الفترة دي حرفيا يا برج الجدي ناوي ان انت تتجاهل اي حد، ناوي ان انت ما تستحملش تاني بطريقة غريبة، ناوي ان انت لما بتبعد مش هترجع، ناوي ان انت تغير في حاجات كتيرة جدا في حياتك، وتاخد حقك من كل اللي ظلمك وكل اللي خانك وكل اللي جه عليك. بتمر بفترة قوية جدا الايام دي. اي نعم انت مريت بأزمة الايام اللي فاتت وما لقيتش حد جنبك، ومعظم صحاب برج جديد دخلوا في ضغط واكتئاب بانهم هم ما لقوش حد جنبهم من هم بيحبوهم، وعلشان كده بدأوا ان هم يبعدوا ويكونوا لوحدهم، بدأوا ان هم يركزوا بس على هدفهم وعلى حياتهم. اصحاب برج الجدي دايما متألقين، ما بيفرقش معاهم اي حد، بس دايما دايما حاسين بالفشل علشان هم لوحدهم. بس عايز اقول حاجة لبرج الجدي، ان انت يا برج الجدي جاي الايام اللي جاية هيكون عندك خطوبة، او عندك جواز حلو، او عندك انطلاقة جديدة في حياتك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. عندك تغيرات حلوة جدا جدا جدا، بس خلي بالك من نفسك من كتر الناس اللي بتتكلم عليك، علشان في نميمة في ظهرك. وارجع واقول لك تاني يا برج الجدي، انت هنا ناوي تغير عتبة بيتك، ناوي تغير عتبة بيتك، وبإذن الله هتغيرها، وهتدخل في فترة انطلاقة جديدة، وهتدخل في فترة راحة. بس في موضوع شاغل بالك وتعبك جدا، الموضوع اللي شاغل بالك وتعبك ده خلى عندك صدمة نفسية. يا هل ترى هتفضل لحد امتى مصدوم؟ هتفضل لحد امتى كاتم جواك حاجات محدش ممكن يكتمها ولا يستحملها؟ من صغر سنك شايل مسؤولية وشايل حمل كبير، عندك وسواس مش سايبك في حالك، وسواس كده، في حاجة بتوسوسك، في حاجة بتقول لك خلي بالك، حاجة انتبه، صح ولا غلط؟ بس دايما انت بتكسب محبة الاخرين، دايما بتتكلم بعقل، بتحسن النية، روحك حلوة، حياتك جميلة، بس اشخاص مش سايبينك في حالك. بقى عندك شك في كل الاخرين بسبب ان ثقتك اتهزت، بسبب ان انت متورط اليومين دول في ازمة وفي مشكلة. في واحدة عندك في حياتك هتقع في المشكلة الايام دي، هتكون معاها وهتخلي بالك منها. احذر وخلي بالك من غدر ومن اشخاص مش قاعدين غير ان هم يجيبوا في سيرتك. دايما انت متأكد ان هيكون عندك عوض حلو، وبالفعل هيكون عندك عوض حلو جدا 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 الفترة اللي جاية. دايما حياتك كتاب مفتوح يا برج الجدي، دايما حياتك كتاب مفتوح. انت شخص اجتماعي انطوائي منفتح، ما بتحبش الاكتئاب ولا الحزن، دايما متفائل ان بكرة هيكون حلو. مهما وصل بيك الحزن عندك تفاؤل، مهما كانت دمعتك قريبة منك برضو عندك تفاؤل، بس بتكره الانتظار، بتكره الانتظار جدا. في حالة حزن عندك بسبب ان في شخص اذاك، بس انت دايما بتدافع عن كل الاشخاص اللي بيدخلوا حياتك، دايما بتحاول تروق نفسك بنفسك، وبتحاول تكون لوحدك او تنعزل عن بعض الاشخاص اللي في حياتك. شايفة كمان هنا ان انت حد تورط في حياتك واذاك، حد تورط في حياتك واذاك يا برج الجدي، اذى انت مش مستحمل. انت رقيق جدا، رقيق جدا 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 يا برج الجدي، من الاشخاص الرقيقة، من الاشخاص اللي طيبة جدا، بس دايما مغدورين. بتحاول اليومين دول تطبطب على نفسك وتلملم اوجاعك وترميها ورا ظهرك، بقيت حساس بطريقة رهيبة، وصلت المرحلة ان انت مش عايز اي حاجة
ولا عايز تتكلم، بس بتقول سيبوني لوحدي علشان خاطر انا صبرت صبر ايوب، صبرت صبر محدش يستحمله ابدا في حياته. في حاجات بتخاف منها، والحاجات اللي بتخاف منها دايما بتحصل، صح ولا لا يا برج الجدي؟ الحاجات اللي بتخاف منها بتحصل، وعشان كده بدأت ان انت بتقول لا مش عايز حاجة تيجي ببالي، انا خايف انا متضايق، بتجيلك خنقة من غير اي سبب، بتكون قاعد كده وفي حالك وتلاقي نفسك عندك خنقة وضيقة ومش قادر تاخد نفسك، بتحس ان حد ماسك رقبتك يا برج الجدي. دول التعبين اللي هم مش سايبينك في حالك ومركزين بس على حياتك بالكامل، فانت ما تقلقش عشان هتحصد اللي انت زرعته الايام اللي جاية. مستقبلك خايف منه؟ لا ما تخافش منه، عندك انطلاقة جديدة وخروج من اللي انت فيه، ومش كده وبس كمان، ده انت هتنزل وتشتري بعض الامور في حياتك. اكتر حاجة عملتها في حياتك وندمت عليها هي العمر اللي ضاع على المكان الغلط وعلى الناس الغلط وعلى البشر الغلط، فده طبعا ما يقلقكش، انت عارف ان انت هنا جواك ألم، انت ممكن يكون جسمك كله وجعك يا برج الجدي، وبتكتم وبتداري ومش بتبين غير الجزء الحلو اللي في حياتك بس، بيبقى جواك وجع محدش في الدنيا ممكن يستحمله، وما بتبينش غير ان انت تكون مبسوط وسعيد، ما بتحبش حد يشيل معاك حزن ولا حد يقولك بس طبطب عليك. عندك انطلاقة جديدة وعندك فرحة وعندك امور، اي نعم عندك عكسات كتيرة في حياتك وعندك غدر من اقرب مليك وصدمات ونغزات، بس ده ما يدلش ان ما يقللش ان ربنا هيعوضك الفترة اللي جاية وهيحميك بمن عداك، بس انت خلي بالك من نفسك وكون حريص ان انت تدخل اشخاص جديدة في حياتك الايام دي، وانتبه على صحتك كويس جدا علشان العوض اللي هيجيلك كون مستعد ليه، والابواب اللي اتقفلت بقالها مدة هتتفتح، وهيكون عندك انطلاقات واحداث وفرحة وتغيير وبشرة سارة لحياتك. ده مش كده وبس كمان، ده هيكون عندك مكالمة حلوة او اتصال حلو او حاجة معينة هتدخل حياتك بفضل ربنا، فما تقلقش خالص يا برج الجدي عشان خير كله قادم لحياتك. تحياتي ليك، اتمنى لك السعادة والهنا. اكتب تم عشان يوصلك جميع العلاج على قناتنا التانية. خليك متألق، خليك واثق من نفسك، زي ما انت حاطط هدف قدامك حط هدف اكتر واكتر واشتغل عليه، وما يهمكش كلام اي حد، ما تخليش اي حد يحبطك، اي حد يزعلك، اي حد يقولك كلمة ملهاش اي لازمة، علشان هم عايزين يقللوا منك زي ما انت شايف كده، عايزين يقللوا منك وعايزين يوقعوك في مشاكل ولخبطة امور وشوية عراقيل في حياتك، فهي دي كلها فترة وهتعدي، وان شاء الله هتلاقي الانطلاقة الحلوة اللي انت مستنيها. ارمي ورا ظهرك يا برج الجدي، ارمي ورا ظهرك وشق طريقك الطريق اللي انت عايزه، علشان في هدف قدامك حطه وبتشتغل عليه. انت خدت مواقف من بعض الاشخاص اللي ظلموك واذوك وتعبوك نفسيا.